مخازن إمشكيقيلين. حنا اليوم في مخازن إمشكيقيلين، أقدم بنوك في العالم، ويبقى تاريخ إنشاء مخزن إمشكيقيلين مجهولا، ويرجح أن يكون تاريخ تأسيسه خلال القرن 18. ودابا واش مستعدين تكتشفوا معايا أقدم بنوك في العالم؟ كاملين بنا عارفين أن نفس سنة 2021 إلا بغينا ندسو الفلوس ولا الذهب ولا أشياء تامينة، عندنا بزاف ديال الوسائل فين نقدروا ندسوهم، ولكن عمرنا سولنا راسنا الناس ديال شحال هذه فين كانوا كيدسوهم. هادو أسئلة اللي غنجاوبو عليهم اليوم. يا بسم الله وتوكلت على الله. صباح الخير، دابا الساعة 10 ديال الصباح. فين حنا دابا؟ مغارة. المغارة، وغنتوجهو لإمشكيقيلين. قبل ما غنبداو هاد الرحلة غنلعبو واحد اللعبة. اللعبة كالتالي، أنا معروف عليا كنقول بالروج ولا الصاط بزاف، دونك غنلعب أنا وياكم. غادي تحضيوني شحال مرة غادي نقول بالروج ولا الصاط من بداية الفيديو حتى لآخر الفيديو. غتحسبوا شحال مرة غنقول بالروج ولا الصاط وخليوها لي في الكومنتات. وبالنسبة للناس اللي ما مشتركاش في القناة، اشتركوا في القناة وما تنساوش تفعلوا داك الجر زر الجرس، فعلوه بالروج ولا اي فيديو درتو يطلع لكم نتوما الاول، وما تنساوش جيم كومونتير، وخليونا نوصلوا هذا الفيديو 30000 جيم. ما تخسر والو، خلي معك جيم. قررت المكان ديال الطاكسيات باش غناخذ طاكسي تما، وغنتوجهوا لإمشكيقيلين باش نديكم تشوفوا اقدم بنوك في العالم. غادي نمشيو غير في الطوبيس لحقاش طاكسيات غاليين، زايدين شويه في الثمن، الطوبيس ناقص شويه، غادي نمشيو غير هكذا. بيني وبينكم الحراره بزاف. بقينا واحد الساعة ولا ساعة ونص غنضربوها على رجلينا في هاد الشموش. ما يمكنش حد ديال الحرارة اليوم، تخيلوا معايا درجة الحرارة 39 الصف. ما عرفتش واش غير حنا اللي عندنا الحرارة ولا حتى نتوما ولا المغرب كامل فيه الحرارة. إلا كنتو حتى نتوما عندكم الحرارة خليو لي المدينة وشحال عندكم من درجة الحرارة اليوم. اليوم في هاد النهار سلام سلام كيداير؟ صافا بخير وهذا الله يحفظك. لا نور سلام بالروج ولا الصاط؟ هذا راه ديما كيبان لي في تيك توك كلشي مزيان. ولا لا بخير الله يحفظك. هو هذا الله لا بخير الله يحفظك. داك النهار غادي اكادير واه كنت جاي على قبل هاد المخازن كاينين هنا. الدراري الدراري درنا اوتو ستوب وتلقاوني واحد الدراري دوزا كيعرفوني وباقي جبد هضره. كنا غادي نضربوها على رجلينا، المهم جاو هاد الدراري غادي يزيدوا. راه سيدي راه من وجده. اه من وجده. من وجده ماشي انت. اه الحراره بزاف. واخيرا وصلنا، وكتكون هذه هي الدخله ديال مخازن إمشكيقيلين اللي غندخلو نكتشفوهم اليوم. وما تصوروش معايا الشعور ديالي وانا داخل نكتشف واحد اللي كيتعتبروا من اقدم البنوك في العالم. هذه البابليه ديال المخازن، وكتكون هذه هي الدخله ديال المخازن. خيال العلمي كامل. واليوم غادي نقول لكم مرحبا بكم في مغامره جديده، المغامره اللي ضربت مسافات طويله جيت على قبلها من وجده باش نكتشفوا اقدم بنوك في العالم اللي كيتواجدوا في المغرب، اللي كيبعدوا على مدينه ايتباها ب 4 كيلومتر. ودابا واش مستعدين تكتشفوا معايا اقدم بنوك في العالم؟ هاد البلاصه هذه عندها ازيد من 750 عام الصاد. شحال هذه كانوا كيقولوا لهم المخازن، وحاليا في العصر ديالنا البنوك. هاد المخازن هادو كيتوفروا على 131 غرفه، وهاد 131 غرفه فيها وحده ديال الامين. الامين شنو كان كيدير؟ كان كيعسس على هاد البلانات كامل، وكان عندهم قوانين، يعني هو اللي كان مكلف بالقوانين ديال هاد البنوك هادو ولا هاد المخازن هادو في ذاك العهد. كيف كتلاحظوا هذا هو المخزن ديال الامين، كان كيتواجد اونفاس الباب، الباب كاين هنايا كيراقب اي تحرك داروا، زعما الا جا شي واحد يعني الشفاره شي لعبه هو اللي كان كيحضر هاد البلاصه كامله. المخزن ديالو جاي اونفاس الباب، والناس الاخرين الناس ديال الدوار واللعبات هما هادو ديالهم كاملين كتلاحظوا الفوق لتحت كلها والبلاصه ديالو. السبب اللي خلاوهم بناو هاد المخازن هادو لحقاش كانت قبيله كتهجم على قبيله وشي كيشفر، يعني داكشي كان
كان عشوائي بزاف، فلهذا بناو هاد المخازن هادو اللي كانت الامان بزاف، وكان فيه حراس، كان فيه الامين، كانوا فيه ابراج. من دوك الابراج تما فين كيحضيو، يعني اي تحرك شي واحد بغى يشفر شي حاجه كانوا فيه، يعني كانوا فيه قوانين. كان السجن كان بزاف ديال البلانات، اي واحد بغى يدير شي لعبه ولا يشفر لشي واحد شي حاجه كيعاقبوه اشد العقاب. وضروري ما غادي تلاحظوا هاد الحجر كاينين هنا بزاف، كاين بزاف ديال الحجر. شوفوا البلاصه كامله عامره بالحجر. وغيطيح لكم واحد السؤال، علاش زعما شنو الدور ديال هذا الحجر اللي كاين هنا؟ فهاد الحجر هذا اللي كتشوفوه هو الدروج، هنا فين كانوا كيطلعوا لحقاش المخازن. شوف كاين هنا مخزن الفوق، مخزن لهي، فهمتوا؟ يعني عامره مخازن، وكيفاش غيقدروا باش كلها ويطلع للمخزن ديالو؟ فهذا هو الدروج ديالهم ديال شحال هذه، وداكشي اللي غادي نطلعوا نكتشفوا اليوم. غنطلعوا نكتشفوا المخزن الداخل كيفاش داير وشنو كانوا كيدسوا فيه، وكاع اللعبات اللي كانوا كيداروا الداخل غنقولهم لكم. واخا الدروج شويه صعاب ولكن بالروج والعصا. دابا واش مستعدين ندخلو نكتشفوهم؟ شوفوا الهندسه المعماريه ديال شحال هذه كيفاش كانت داير، سبحان الله. كيف قلت لكم قريه كانت كتهجم على قريه، والناس ما يمكنهمش يخليو داك الاثاث ديالهم والمجوهرات عندهم في الديور ديالهم، كانوا كيجيبوه من هذا المخزن هذا. وشنو كيجيبو؟ مثلا المراه عندها الذهب ديالها كتجيبو هنايا، القمح، الذره، العسل، مجوهرات، اي لعبه ثمينه كتسوى الثمن كيجيبوها لهاد البلاصه هادي. حتى من الوثائق كانوا عندهم بزاف ديال الوثائق مهمه بزاف كانوا كيدسوها هنايا. المكان كان كيتوفر على عده مخازن كلها والبيت ديالو، كان فيه بزاف ديال البيوت، وهاد البيوت هما البونوك، يعني فين كيدسوا اللعبات ديالهم كاملين. غندخلو نكتشفو واحد البيت وحده، وطبعا كلها والبيت ديالو وكلها والساروس ديالو وداك الشيء بالوثائق وبالوراق. يعني بحال مثلا انت عندك هذا البيت، عندك هذا البيت هذا، راه يعني راك مسجل باللي انت ولد فلان، هذه فهمتوا؟ يعني كلها وديالو. غندخلو نكتشفو هذا صغير شويه، ما ماشي شي حاجه يعني، فهمتوا؟ شو كي داير؟ شو هذا كبير شويه. ظهري كليتها صغير، هادشي صغير بزاف، طويل هذا بزاف، كيركب على برا. لاحظت انهم كاملين فيهم واحد التخبه هنايا، اي بيت دخلنا له كتكون فيه واحد التخبه كتركب على برا. انا اللي بغيتكم تركزوا لي عليه، ركزوا لي على الهندسه المعماريه، كيفاش في ذاك الوقت الساط وبنادم قدر يبني دروج على هذه الطريقه هذه وما يديش يعني الهلاك ولا شي حاجه. ما يمكنش يعني تطلع على هذه وطيح تموت، لا تقرض ولا تصرى لك شي حاجه. شوفوا كيفاش يعني شحال هذه، سبحان الله، قسما بالله لا سبحان الله. وهادو راه مغاربه يعني مش امازيغ، فهمتوا البلان؟ يعني الامازيغ ديال شحال هذه، يعني ماشي نقول لك هادشي راه كان في اوروبا ولا شي بلان، هادو امازيغ شحال هذه. شوفوا البنايات، شوفوا، ركزوا في ادق فهمتوني بالروج، ولا شوف شي ناضي قسما بالله. تخيلوا معايا المده ديال 750 عام ولا اكثر من 750 عام، وحنا جينا وطلعنا فوق هذه وما صرا والو، باقي يعني شاد راسها هذا الشيء من ذاك العهد شحال هذا الصوت، راه الهربه شي حاجه الهربه. وطبعا اللي دار الذنب كيستاهل العقوبه. كيف قلت لكم كاين واحد الامين هنا وكاين اشخاص كيحرسوا هذه البلاصه هذه كامله، دونك اي واحد دار شي حركه شي لعبه ماشي تاليه فهمتوا كيعاقبوه. العقوبه شنو هي؟ كانوا دايرين واحد السجن هنايا، كيديوه لذاك السجن هذاك وكيعلموا كاع صحاب القبيله اللي كاينه، يعني اي واحد دير شي لعبه هنايا كيقولوا لهم جيبوا القمح والزرع واللعبات ديالكم جيبوهم، وكيعطوهم لذاك السجين هذاك، هو اللي كيطحنهم وكيتكلف بهم وكيعاقبوه. العقوبه شنو هي؟ ما ياكل ما يشرب لمده 3 ايام الساط، ويزيد يخدم داكشي بحال ديال الشينوا عارفينهم، دوك اللي كيدخلوا للحبس كيضربوا تما راه هما اللي كيديهم يبنيوه لهم اللعبات، هما اللي كيديهم يحفروهم، فهمتوا؟ هاك كانوا شحال هذه، اي واحد دار شي حاجه ماشي تا ليه كيعاقبوه. العقوبه هي 3 ايام ما ياكل ما يشرب ويزيد يضرب تما، وكيعاقبوه اشد العقوبه. العقوبه شنو هي؟ هي كيشدوه وكيربطوه الساط وكيفوتوه على القبيله كامله وكيديروا له التشهير. واخوتي وعباد الله، هاد السيد هذا وراه شفار، هاد السيد هذا راه بغى يشفر لكم رزقكم، كيشهروه في القبيله كامله باش كاع صحاب القبيله اللي كاينين تما كيعرفوا بلي داك الشخص شفار، وباش هو المره الجايه ما يعاود. الصراحه عقوبه ناضيه ديال بصح. ايماجين معايا البنوك ديال شحال هادي مع ديال دابا، اختلاف كبير بزاف بيني وبينكم، شكون اللي احسن ديال دابا ولا ديال شحال هادي؟ خليوها لي في الكومنتيرات.
فكيف احنا عارفين كاملين ان اليوم الحمد لله في العالم كامل ولا في المغرب صارت الامان بزاف شحال هذه، يعني ما كانش يمكن لهم يخليو داك الشيء في الديور ديالهم ولا في القريه ديالهم، كان اي حاجه كيجيبوها لهاد البلاصه هذه. احنا الحمد لله عندنا البنوك، عندنا الامن في البلاد، الله يخلي لنا الامن بالروج ولا الصار. يقدر يطيح لكم واحد السؤال كيف انا طاح لي في بالي، انت طاح لك في بالك واش هو السؤال؟ طاح لي في بالي ما عرفوش. فاني نقول لك دابا انت كتسال ان كيفاش هاد الناس كانوا كيخلصوا، يعني بحال مثلا انت عندك المخزن ديالك كتحط فيه لعيبات، حنا دابا البونو كلا بغينا نحطو فيهم فلوس كنخلصو كيديو معنا واحد النسبة، فهمت؟ يعني دوك الناس كيفاش كانوا كيخلصوها على هاد الرزق ديالهم؟ بالقمح بابا. لا ماشي القمح، عندي جواب عندها الصوت، انا نعطيك الجواب دابا. الجواب هو ان بحال مثلا نتايا نفترضو نتايا عندك هذاك المخزن ديالك ياك، وانا عندي هذا المخزن ديالي ولعيبات، انت غادي مثلا هذا هو غادي يعسس واحد السيمانة، غنجي انا نعسس عاد كاين سيمانه اخرى، غيجي الاخر اللي الفوق يعسس، داك الشيء يعني بالترتيب كل مره كيعسس واحد، فهمت؟ هذا هو يعني باش كيتناوبوا على الرزوقات ديالهم، كل مره كيعسس واحد وكلها ورزقوا، كلها ورزقوا يعني ضروري ما يعسس عليهم، فهمت؟ هذا هو البلان، يعني ما كيخلصوش ما كيعطيوش القمح ولا شي بلان بحال هكا، يعني المقابل ما كانش، المقابل هو انك انت غادي تعسس سيمانه، غادي نعسس سيمانه، الاخر يعسس سيمانه، الا حاول شي واحد يشفر لكاط. دابا تخيل معايا 750 سنه وشوف هادشي كيفاش باقي واقف، باقي هو هذاك. شنو تقدر تقول في هادشي؟ ما كنتيقش، ما تخيلش ما تصرتلكش، ما تفهمش كيفاش 750 سنة ولا أكثر من 750 سنة وباقي هادشي شاد راسو، لدرجة حنا قدرنا نطلعو ونسركلو في هادو كامل. ما كاينش طايح ولا شي حاجة. ما كانش باقي داكشي صحيح. فهمت البلان كيفاش؟ يعني الناس ديال شحال هادي كانوا كيخدموا داكشي تيخني 100 ضربة 100 تخميمة وتمخميمة ولا ضربة بالمقص، داكشي متقون، ما كانش المزاح. ما كانش المزاح نهائي. كيف غتلاحظوا معايا ان كاينه قدام كل باب كاينه واحد التقبه، هيا كاينه تقبه هنايا غنوريكم عاوتاني، كاينه تقبه هنايا غنزيدو غنلقاو تقبه هنا عاوتاني، غنزيدو غنلقاو تقبه كل باب، كل باب في هاد المخازن كاملين كاينه واحد التقبه. في نظركم علاش هذيك التقبه كاينه في هذيك الباب؟ خليوني في الكومنتات في نظركم علاش هاد الناس داروا ديك التقبه تما؟ ما غاديش تطيح لكم في البال، علاش دوك الناس داروا ديك التقبه تما في نظركم؟ قبل ما نقول لكم ديروا بوز وقولوها لي، انا غادي نقول لكم ولكن ديروا بوز وقولوها لي، بس نعرفكم واش غتطيح لكم في البال ولا لا. فالجواب هو ان ذاك الامين اللي كان هنايا عنده واحد القط، ذاك القط ما كيقدر يدير حتى شي حاجه من غير ما حتى يعطيه الاذن الامين. شنو الدور ديال هذا القط؟ علاش ذاك القط كان في هذه البلاصه هذه؟ الدور ديالو هو انه كيتلقوا مع ديك التقبه هذيك، كيدخل لذاك المخزن كياكل دوك الفيران والحشرات اللي كيقدروا يضيعوا ذاك القمح وذاك الزرع، هكا يعني كيحافظوا على القمح والزرع بهذه الطريقه، كيجيبوا القط كيعطيوه كيدخلوه تما كيحارب اي حشره اي فار اي لعبه، اصلا هو مدرب فهمتوا البلانات، وكيعطيوه كيجازيوه كيجمعوا كاع الناس ديال القبيله اللي كاينين في هذه البلاصه، كيجمعوا واحد شويه ديال القمح شويه ديال القمح شويه ديال القمح على كل واحد، وكيعطيوه لذاك القط هذاك ولا كيعطيوه للامين، لحقاش الامين هو اللي كان مكلف بهذا القط هذا. دابا غادي نمشي نوريكم السجن اللي كانوا كيتعذبوا فيه دوك السرقه والخوانه اللي كانوا كياكلوا العصا وكيعاقبوهم اشد العقاب العقاب. اشنو نكتشفوه نوريه لكم. اما بالنسبه للسجن كيتواجد، المهم ما نبعدش على الباب بزاف، هذا هو جاي في الدخله كتدخل هنايا، هذا هو السجن وماشي كبير يعني شي كبويه شي فهمتوا صغير راقد الحال. وفي هاد المخازن هادو كاينين جوج ابراج، هاد الابراج هادو هما اللي كيحضروا منهم كيكونوا فيه يعني تما كاينين الجنود واللعيبات اللي كيحضروا كاع هاد الرزوقات ديال الناس، كيكونوا بالسلاح ديالهم وكيحرسوا يعني النهار كامل كيتناوبوا فهمتوا، كل مره كيجي واحد بحال مثلا وحدين بالليل وحدين بالنهار وكيحرسوا هاد البلاصه كامله. هذا هو البرج اللي كانوا كيحرسوا منه، وكاينه الدخله ديالو هادي هي الباب اللي كيدخلوا منها، فيه جوج طبقات، فيه الطبقه هذه لتحت وفيه الطبقه الفوق، كما كتلاحظوا ان كاين الخشب هنايا كيطلعوا مع الطلعه كيطلعوا حتى الفوق وكيركبوا من الفوق. هاي شفتوا المهم ما كيبان والو. اوه هادشي راشي بزاف. كيف كتشوفوا ان الاول باقي شاد راسه باقي مزيان ديال بصح، الثاني مشى صافي مشى، وكاين هاد البلاصه هنا حتى كتركب على القريه كامله.
فهاد السور هذا من هنا كانوا كيحرسوا هادو هما المخازن اللي كتشوفوا هنايا فين كنا لداخل تما كيحرسوا هاد المخازن تما. هاد البلاصه كامل هاد السور كيركب على دوك المخازن تما. غادي نمشيو نجريو نشوفوهم لها. شوف دونك جايه في القمه كيف كتلاحظوا كتركب على القريه كامله. هادو بنايات عاد جداد يعني شحال هادي في داك العدرا قلت لكم اكثر من 750 عام اصلا كتركب على القريه كامله. يعني راه كلشي تهدم كلشي ما بقاش داكشي كما هو داير كامل بالصور. كاين حتى مسجد في هاد البلاصه هادي. غنحلو ندخلو نشوف. بسم الله. واو تبارك الله ما شاء الله. كيف كتلاحظوا هذا هو المسجد ديالهم هنايا كانوا كيصليو باقي كبير يا واحد. البروده هنا ما تصوروش معايا قسما بالله. واو بروده والله لا البروده. رمضان جيت فوشي في هذه البلاصه غير العباده والصلاه والله يعني. المهم هذا هو المسجد كيف هنايا فين كيكون الامام في هذه البلاصه هذه هنا كيكونوا المصلين. اما بالنسبه لهذا المسجد هذا فكانوا كيصليو فيه يعني ماشي اي واحد غيجي غيصلي فيه فهمتوا. كيصليو فيه غير دوك الحراس الامين ديال هذا المخزن العباد ماشي يعني اي واحد جا غيصلي فيه. ودابا غادي نوريكم الواقع المر اللي ما كيحملوش اي واحد ياك. كلشي كتهرب منه. الواقع المر هو هذا الصاد. فكان عندهم تحت المحمل هذا الاسم ديالو المحمل هنا فين كيحملوا الموتى هنا فين كيحملوا الناس الزوينين والناس الخايبين. هنا الصوت هنا فاش كتكون كانوا كيكونوا دايين كتودع الحياه. واش هي عاود لها ابوني جيم العباد ابوني. فهذا راه جايبينه من الصويره الصوت. دابا بالنسبه للناس دوك الشفاره هذوك اللي كانوا كيشفروا القمح والعباد الا داروا شي لعبه يهزوا هذوك غيمشيو عند ربي غيتحاسبوا عليها. والناس اللي كانت مزيانه غادي تمشي كلها غادي تعامل على حسب شنو كان كيدير. كتشوف شي لعيبات كيبقاو يطيحوا لك شي تساؤلات زعما هاد الحفره هادي اللي كتشوفوا هنا وفي هاد الحجره هادي في نظركم شنو هادي دابا؟ اي في نظركم شنو هادي؟ هادي في هنا كانوا كيطحنوا داك البارود باش كيعسوا يعني دوك العساسين اللي كيحضوا هاد المخازن هادو في هاد الحفره هادي كيبقاو يطحنوا داك دار بحال المهراز ياك بحال المهراز كيبقاو يطحنوا هنا داك البارود باش كيديروه في الاسلحه ديالهم. تخيلوا معايا الساط واحد بالرجوله كان حراره بزاف بزياده كاع هاد الحراره ما كاين لا اوتوستوب ما كاين لا اوتوستوب لا ترونسبور لا حتى شي حاجه قليل. دونك غتبقى تستنى نهار كامل. شوفوا سبحان الله المكاتب كيفاش دايرين الدراري جاو هنايا غادي يزيدونا في الجيوغرا حتى فين كاينين حنايا. ومن هنا نستنتج ان المغرب فيه بزاف ديال البلايص زوينين ما معروفينش نهائيا. وكنوعدكم انني كل مره غنعرفكم على بلاصه زوينه في المغرب ان شاء الله. دونك هذا ما كان في هذا الفيديو. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. الى عجبكم ما تنساوش تخليو جايين كومونتير العيبات ابوني بالنسبه للناس ما مشتركش في القناه تشتركوا وفعلوا الجرس وبالرجوع الصوت ونتلاقاو في الفيديو الجاي. وهذا ما كان.